الصحفيه باش يكون التجاوب ونعطيكم شنو هما الافاق ديالنا على حسب النتائج اللي غادي تخرج اليوم وغدا ان شاء الله. ولكن بغيت نقول بانه اليوم النسبه ديال المشاركه سجلت الحمد لله ارتفاع. نخبركم انه السيد وزير الداخليه اعلن في البلاغ ديالو بواحد لو طو دو بارتيسيباسيون ديال 50.18% مقارنه بنسبه المشاركه اللي تسجلت ديال 43% في 2016 و 45% في 2011. عدد ديال المصوتين هذه السنه بلغ تقريبا 8,780,000 ابوبخي، يعني بالزياده ديال واحد اكثر من 2 مليون ديال الحمد لله المصوتين اللي تزادوا بالنسبه ل 2016 طلعت 31%، لانه هذا العام طلع لو طو دو بارتيسيباسيون وطلعت لا باز كذلك اللي عرفتوا بانه تسجلت تقريبا 2,500,000. القراءة هذا مؤشر كبير على تزايد اهتمام الناخبين بهذا الاستحقاق الهام في ترسيخ المسار الديمقراطي ديال بلادنا. القراءة ديالنا خلال هذه التعبئة، لأن هذه تعبئة 50% انطو يعني بليس كونورابل. القراءة ديالنا خلال هذه التعبئة أن الناس بغات البديل، باغيين التغيير، وهذه الإرادة الشعبية في التغيير غتعبر عليها إن شاء الله المخرجات ديال صناديق الاقتراع اللي كننتظروا النتائج ديالها. هذا الرقم كيوضح كذلك تزايد مستوى ديال الوعي لدى المواطنين بأهمية العملية الانتخابية. يمكن لنا نقولوا احنا كحزب شاركنا العمل ديالنا وشاركنا بالقرب من المواطنين ودنا واحد العمل كبير باش نجبدوا يعني باش نجذبوا واحد الفئات جديده من الناخبين ومن ضمنها العدد يعني من الشباب. راكم شفتوا يعني خلال الحملات المتواصله اللي كانت اللي كتشوفوها عبر يعني الانترنت ولا ريزو سوسيو ولا ميديا سوسيو انه الشباب هو اللي عمل الحمله ديال التجمع الوطني وكان حاضر بقوه. كنبغي نشكر هذه المناسبه مناضلات المناضلين ديال الحزب على التعبئه وعلى هذه السياسه ديال القرب من المواطن، والعمل ديالهم كبير باش تكون ان شاء الله هذه الحمله في احسن الظروف. وبكل تاكيد وعلى الرغم من ظروف هذه الجائحه، لان يعني فوق بوبليك وهاد 50% اللي تعلت عليها راه جات فواحد الظروف اللي هي غير عاديه واللي فيها الجائحه. بلادنا الحمد لله يمكننا نقولوا بانه نجحات في رهان تنظيم هاد الاستحقاقات في الموعد ديالو في الوقت ديالو في التنظيم ديالو. سوف يكون لنا موعد معكم غدا ان شاء الله في 12 يعني باش نعطيو لا ديكلاراسيون ديالنا على حسب النتائج اللي غادي تجي. وشكرا لكم. ونقول لباهي نخليكم تمشيو تستراحوا حتى غدا ان شاء الله. ما نعطيش ديكلاراسيون. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.